السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل وهام، دفاع صنعاء تعلن تحديد الأهداف في عمق كيان الاحتلال وتؤكد الجاهزية لرد استراتيجي وحاسم. وإلى الوقائع، أكد وزير الدفاع في حكومة صنعاء اللواء الركن محمد ناصر العاطفي أن القوات اليمنية بمختلف تشكيلاتها وأسلحتها في أعلى درجات الجهوزية القتالية والمعنوية واللوجستية استعدادا لتوجيه ضربات قاسية إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي. وقال اللواء العاطفي خلال اجتماع موسع بحضور رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد الغماري ونائب رئيس هيئة الأركان اللواء علي الموشكي والمفتش العام ورؤساء الهيئات وقادة القوى والمناطق العسكرية إن القيادة العسكرية قد درست كافة الخيارات والاحتمالات وحددت بدقة نقاط الضعف لدى العدو الصهيوني. وأضاف أن القوات اليمنية تنتظر التوجيهات لتوجيه ضربات موجعة في عمق الكيان الغاصب وإلى مواقع حساسة وخطيرة لا يتوقعها أبداً. أشار وزير دفاع صنعاء إلى أن الرد على عدوان كيان الاحتلال على ميناء الحديدة سيكون استراتيجياً وحاسماً ولن يضع في اعتباره أي خطوط حمراء، لافتاً إلى أن التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة لن تثني اليمن عن الرد بقوة على أي اعتداءات صهيونية. وذكر أن القوة الصاروخية وسلاح الطيران وسلاح الطيران المسير والقوات البحرية تمتلك من القدرات والإمكانات ما يوفر لها التنفيذ الدقيق والمحكم في التصويب، وبما يضمن لهذه المنظومة قوة التأثير وإحداث أكبر ضرر في المواقع والأهداف الحساسة التي تم تحديدها. أكد اللواء العاطفي أن القدرات العسكرية اليمنية تطورت في مختلف المجالات بما في ذلك التصنيع العسكري والإنتاج الحربي، مما مكن اليمن من فرض معادلة عسكرية وجيوسياسية متميزة في منطقة البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.